حكم ترك الصلاة؟ ما حكمه؟ لا شك أن الصلاة هي الركن الثاني من الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم عند الله تبارك وتعالى. فإقامة الصلاة هي من مصداق قول المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه حين يصلي فإنما يثبت بذلك أنه عبد بحق مطيع لله عز وجل الآمر بالصلاة في غير ما آية، فمثل الآية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ومطيع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بالغ في الحض على المحافظة على الصلاة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: بين الكفر، وفي لفظ بين الشرك والرجل ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، فمن ترك الصلاة فقد كفر. هنا لا بد من أن نقف قليلا عند لفظ فقد كفر. ما هو المقصود منها؟ فقد كفر هل يعني أن المسلم الذي يشهد من قرارة قلبه بأن الله واحد لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إذا ترك الصلاة فقد ارتد عن دينه، هل هذا هو المقصود من هذا الحديث؟ الجواب: تارة يكون مقصودا هذا المعنى من الحديث، وتارة يكون المقصود معنى آخر، وليس هذا المعنى الآخر بالأمر السهل، وإنما هو خطير أيضا قد يودي بصاحبه إلى المعنى الأول. ما هو المعنى الأول؟ من ترك الصلاة فقد كفر إن جحدها، إن جحد شرعيتها، إن قال كما يقول بعض الشباب الذين ربوا تربية غير إسلامية ولو كانوا في عقر دارهم: ليش الصلاة وليش الوضوء وليش الغسل؟ هذه الأمور شرعت في الجاهلية، شرعت لقوم ما يعرفون النظافة ولا يعرفون الطهارة، عاشوا في الغزارات، عاشوا مع البعران والأزبال ونحو ذلك. أما الآن ما شاء الله المدنية، الحمامين في كل دار، الدوش والماء كله ميسر، فما في داعي لمثل هذه الطهارة من جهة، وما في داعي لمثل هذه الحركات. فالحركات الرياضية تغني الشعوب اليوم عن هذه الحركات البدنية التي شرعت في زمن مضى وانقضى. هؤلاء الشباب الذين قد يدور في أذهانهم هذه المعاني الكافرة، وقد يتجرأ بعضهم فيتلفظ بها بألسنتهم، هؤلاء هم المقصودون مباشرة بقوله عليه السلام: فقد كفر، أي ارتد عن دينه. أما المعنى الثاني
فقد كفر أي قارب الكفر وأشرف عليه إذا كان يؤمن بشرعية الصلاة ويدين الله أي يعبده بأن يعتقد بما شرع له من الصلاة، ولكن لسان قاله أحيانا ولسان حاله دائما يقول الله يتوب علي، قول الله يتوب علي معناها أنه معترف بذنبه مع ربه، معترف بأن هذه الصلاة يجب أن يؤديها، وليست كما قال الفريق الأول هذا زمان مضى وانقضى، لا هذا يعترف بهذه الشرعية لكنه مقصر في الإتيان بها. هذا لا يكفر كفرا يخرج به عن الملة، ولكن يخشى مع مضي الزمان أن يموت كافرا. لماذا؟ نحن اليوم نسمع كلمة إلى علاقة بالأشياء المادية، مثلا الصيانة. شو هي الصيانة؟ صيانة البرادات، الثلاجات، السيارات إلى آخره. السيارة ماشي ماشي حالة، لكن بدها صيانة كل سفرة مثلا طويلة أو كل سنة أو إلى آخره. وإذا لم يفعل هذه الصيانة كان مصير السيارة أن تموت وتهلك. وهكذا القلب اللي هو الموتور هل يحيا به هذا الإنسان؟ كمان هذا القلب هو بحاجة إلى صيانة، لكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، النعمان بن بشير صحابي ابن ايه صحابي، هذا النعمان بن بشير هو الذي مات في الحرب التي اشرنا اليها، هل ذهب المغيرة الى الهرمزان وتكلم معه بذاك الكلام اللي فيه عزة الاسلام، كان هو قائد الجيش المسلم يومئذ، فقال لهم إن أنا مت فيكون القائد فلان وإن مات ففلان إلى آخره. ولما هجم الجيش بعضهم على بعض وقع شهيدا، فراى أحدهم فوضع رمحا ووضع عليه علما مميزا حتى يجدوه بسهولة، ووجدوه قد مات وقد طعن عشرات الطعنات. هذا النعمان يروي عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن حام وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذا الذي لا يصلي هذا حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، تمام الحديث. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة بالتعبير المادي بحاجة إلى صيانة، ليس فقط السيارة والبراد والثلاجة إلى آخره، هذا أولى وأولى أن يصان، لأنه كما أنه القلب اللي نعرفه نحن عبارة عن مضغة وأنه يمرض ويصح، فالأطباء دائما وأبدا يحرصون كل الحرص أن يظل قلب الإنسان سليما حتى يعيش سليما، خاصة بالنسبة للشيوخ المسنين مثلي أنا.
لأنه إن كان قلبه مريضا فسرعان ما بسبب ترك الصيانة سيصبح إيش عدما. هذا القلب المادي الذي يعنى به الأطباء الماديين عناية تامة جدا أكثر من أي مكان من البدن، لأن البدن يستطيع أن يعيش إلا بهذا القلب، ما فقد من عضو إلا هذا القلب إذا فقد نفسه تماما. هذه العناية المادية بالقلب يجب أن يعنى بهذا القلب عناية أسمى وأسمى وأعلى من عناية الأطباء الماديين بهذا القلب، حتى يسلم وحتى لا يعرض نفسه لما قال عليه السلام في الحديث السابق: من ترك الصلاة فقد كفر، أي عرض نفسه للكفر. هذا إذا آمن بشرعية الصلاة، أما إذا قال بلا صلاة بلا كذا فهذا مصير النار، يحشر مع فرعون وهامان والكفار جميعا في الدرك الأسفل من النار. هذا من أهمية الصلاة في الإسلام. ولذلك فمن كان مبتلا من الشباب بل ومن الكهول أيضا مع الأسف الشديد، من كان مبتلا بالصلاة بتركها أو التهاون بها، عليه أن يذكر هذه الحقيقة وأن يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها. وليس هذا فقط، وأرجو أن تنتبهوا، ليس هذا فقط بل وأن يصلوها في المساجد، لأن الله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة أول أمر، وآتوا الزكاة ثاني أمر، واركعوا مع الراكعين ثالث أمر. هذا الأمر الثالث ليس تكرارا للأمر الأول، لو حذفنا ما بينهما وآتوا الزكاة شو بصير معنا؟ وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين، هل تكرار؟ حاشا لله، كلام الله عز وجل لا مثل له في البلاغة والفصاحة، وكون من جوامع الكلم كم قليلة تعطي معاني كثيرة جدا. أقيموا الصلاة ليس معناها أدوها، انتبهوا، ليس معنى أقيموا الصلاة أدوها فقط، وإنما معنى أقيموا الصلاة أي أحسنوا أداءها. إقامة الشيء هو تقويمه وإجلاسه، لو أراد الله عز وجل أن يأمر فقط بالصلاة بيقول لك أدوا الصلاة، لكنه قال وأقيموا الصلاة أي أحسنوا أداء الصلاة إذا صليتم، ثم أمر بأمر ثاني في آخر الآية: واركعوا مع الراكعين. الراكعين جمع، أي اجعلوا ما أمرتم به من إقامة الصلاة مع الراكعين في المساجد.